بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم حقوقنا. الكل يشهد بفضل الله عز وجل في السنوات الأخيرة إقبال كبير من المستثمرين، من أصحاب الأموال، حتى من عامة الناس، توجه إلى ثقافة الوقف لإنشاء العديد من الأوقاف. المراقب لهذه الأوقاف يلاحظ أن المسؤولية كبيرة جدا على ناظر الوقف. متى أختير هذا الناظر بعناية ومنحت له الحقوق وأعطي الصلاحيات وأيضا كلف ببعض الواجبات، يكون بفضل الله عز وجل سببا في حفظ هذه الأوقاف. في حقوقنا بإذن الله عز وجل ستكون رسالة تثقيف لكل من يتعامل مع الأوقاف من خلال مجموعة من الحلقات موزعة على عدد من الشهور. اليوم بإذن الله عز وجل أتحدث مع ضيفي الكريم هنا في الاستوديو عن حقوق نظار الوقف وواجباتهم، ثم بعد ذلك نتطرق إلى موضوعات أخرى، لكن بعد أن تشرفونا بمتابعة أهم الأخبار القانونية لهذا الأسبوع. خادم الحرمين الشريفين يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية. وزير التعليم يعتمد ضوابط الاختبارات للطلاب والطالبات من ذوي الظروف الطارئة. وزير الإسكان يوافق على منح المقترضين من صندوق التنمية العقارية تمديد تأجيل القرض لسنة إضافية. هيئة سوق المال تعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. هيئة الخبراء في مجلس الشورى تدرس مشروع تعديل النظام التقاعدي بما يمنح بنات المتقاعدين راتب 18 شهرا كهدية زواج. مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ويقضي التعديل بمعاقبة المخالفين بمبلغ وقدره 10,000. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كانت هذه أهم الأخبار القانونية لهذا الأسبوع، أعدها الزملاء في مجموعة واعي القانونية، مشكورين. ضيفي هنا وضيفكم في الاستوديو هو سعادة الأستاذ علي بن عبد الله العثمان، وهو المدير العام لشركة ثبات لإدارة وتطوير الأوقاف، للحديث عن حقوق النظار الوقف. بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل أسعد بمتابعتكم لهذا الحوار. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إذا حديثنا هنا في الاستوديو عن نظار الأوقاف، سنتحدث عن حقوقهم وواجباتهم. كما وعدت في بداية الحلقة أن البرنامج بإذن الله عز وجل سيقدم ثقافة حقوقية كبيرة في هذا الموضوع. للحديث عن حقوق النظار معي هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ علي بن عبد الله العثمان، وهو المدير العام لشركة ثبات، والتي لها دور كبير في نشر هذه الثقافة والاهتمام بالوقف داخل السعودية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور محمد. حياك. ترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة. يمكن أن تسألوا عما تشاء، نعم سنتحدث عن حقوق النظار، لكن من لدي سؤال في الوقف سواء في الصياغات أو كيف ينشئ وقفه، كيف يراقب وقفه، البرنامج يستقبل اتصالاتكم ونجيب عن أي تساؤل. وأعود مرحبا لضيفي الكريم، لكن قبل أن نبدأ في محاورنا التخصصية لعلنا نتحدث عموما في دقائق معدودة عن فضل الوقف والدعوة إليه وحث الناس على الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله. أحمد الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر الإخوة في قناة المجد وأشكرك دكتور محمد على إتاحة الحقيقة هذه الفرصة للحديث عن شريحة من شرائح المجتمع تؤدي دورا هاما في المجتمع وتنميته ومساندة القطاع الخيري فيه، وهم شريحة نظار الأوقاف. والوقف لا يخفى الحقيقة على كل ذي لب أنه من أفضل الأعمال، وهو من الصدقات، وهو من الأعمال التي لها صفة الديمومة. صحيح. في هذا الجانب، ولو تحدثنا عن فضله ومكانته وما ورد فيه
وسيرة السلف الصالح في هذا طال بنا المقام. صحيح. ولكن نحن نتحدث عن جزئية من جزئيات هذا الأمر وهو ما يخص ركن من أركان الوقف وهو الناظر الذي نتحدث عنه، وهو الذي يعرف بأنه هو متولي الوقف. ممتاز. أو القائم بشؤون الوقف أو الذي وكل إليه أمر الوقف في هذا الجانب. لذلك هذا الحديث في هذه الجزئية لأهميتها سيكون هناك أثر في أن يكون لهذه الشريحة مستقبلا الدور المناط بها بإذن الله. أفهم من كلامك أن الناظر هو المسؤول عن إدارة هذا الوقف والإشراف عليه، هل هناك تشابه بينه وبين الولي على مال اليتيم أو الوصي في يعني حدود المسؤولية أو التعريف؟ نعم. لا شك الفقهاء تحدثوا قديما وحديثا عن العلاقة بين الناظر وبين الوصي، وغالبا يربطون ناظر الوقف كالوصي على اليتيم. ممتاز. والحقيقة أنا أقول أن الناظر الوقف مسؤوليته أعظم من مسؤولية الوصي على اليتيم. فالوصي على اليتيم حينما يدير أموال هذا اليتيم أو أموال ذلك القاصر لا شك أنه سيديرها يعني مراقب لله سبحانه وتعالى، لكن لو أخطأ أو يعني أخفق في بعض مهامه هذا اليتيم سيكبر ويطالب بحقوقه. صحيح. بينما الواقف هو تحت الثرى وقد استأمنك أيها الناظر. ولذلك حلي بك أن أيها الناظر يكون لك يعني مراقبة أشد في هذا المال الذي هو استؤمنت فيه وقد يعني أحسن الظن فيك في هذا الجانب. لذلك أنا أرى أن الناظر الوقف مسؤوليته أعظم من الوصي على اليتيم. الشيخ علي، الملاحظ الآن بين الناس عندما يثار موضوع الأوقاف أنهم يلمحون إلى قضية مهمة جدا، أنه ترى بعض الواقفين والله ضيعوا الأوقاف، عفوا بعض الناظرين ضيعوا الأوقاف، بعض الناظرين قصروا، بعض الناظرين تربحوا من هذه الأوقاف. فنود أن الصورة تكون بشفافية، أن نبين دور نظار الأوقاف في المحافظة على الوقف، أيضا أن نبين لهم مجموعة من الحقوق لابد أن تعطى من أجل أن نحاسبهم. لكن قبل هذا وذاك لو نلمح سريعا إلى أهم الواجبات التي يجب على ناظر الوقف بحيث من يتابعك اليوم من النظار يعرف أهم الواجبات التي لابد أن يمتثلها. هو كما تفضل دكتور عمر، مسألة الناظر وأهمية أصلا لا يمكن أن تتصور وقف بدون ناظر. صحيح. أو متولي. صحيح. وانظر إلى الأوقاف المتعثرة أو المندثرة أو ما حصل فيها من إشكالات، تجد الإشكالية هي في عدم وجود ناظر أو إخفاق الناظر أحيانا. لذلك أهمية الناظر يعتبر هو الأس والأساس والركن الذي يدور حوله هذا الوقف. فمتى ما نجح يعني الناظر وأخلص النية لله سبحانه وتعالى ثم قام بهذه الأمانة بإذن الله سيكون له أثر، وفي الجعبة الحقيقة قصص حول يعني بعض الأوقاف التي نمت بفضل الله ثم نجاح هؤلاء النظار. شيخنا هنا محور جزء إذا سمحت لي، هل تنصح أنه يكون ناظر واحد أو يكون مجموعة من النظار بحيث أن بعضهم يكمل الآخر ويراقب الآخر أيضا؟ طبعا هي تختلف باختلاف حجم الوقف. الحقيقة يعني كل ما زاد حجم الوقف يفترض أنه أكثر، لكن مع الحجم الأقل نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه ممكن أنه يكبر هذا الوقف. ولذلك كل ما كان العدد أكبر كان أفضل، لأنه يعني يكون له رأي اثنين ليس كرأي الواحد، ورأي الثلاثة ليس كرأي الاثنين، ويتشاورون في هذا الجانب. هذا الناظر كما تفضل دكتور معمر، قبل أن نتحدث عن حقوق الناظر ما هي الواجبات؟ بعض النظار يعني للأسف يرى أن الحقوق أو الواجبات التي عليه تدور في محور إدارة الأملاك أو إدارة الوقف، بينما الحقيقة أن واجب الناظر تحدث عنه الفقهاء، وخاصة الآن مع النوازل للأوقاف وأنواع الموقوفات كأسهم وأموال. صحيح. وغير ذلك تزداد المسؤولية على الناظر. لذلك لنتصور الحقيقة هذا الجانب ونلمح إلماحة سريعة بأنه أهم شرط في أو أهم واجب من واجبات الناظر الوقف هو أن ينفذ شروط الوقف. لذلك الناظر ينطلق من هذه خارطة الطريق اللي هي صيغة الوقف، يلتزم بها، وهي صيغة شرعية يعني خرجت من قاضي من حاكم شرعي. لذلك لا بد أن تنظر إلى ماذا أراد الواقف من خلال هذه الصيغة. شيخنا، ماذا لو كانت الصيغة هي العائق أمام ناظر الوقف؟ الصيغة كانت محددة جدا وسحبت منه كثير من الصلاحيات. هنا يأتي دور في قضية ما يمكن يعني أن يكون مرونة في هذه الصيغة أتوسع فيه وما يمكن أن ألتزم به. ممتاز. والصيغ أيضا هناك شروط قد لا يتفق عليها، يعني هناك أشياء في صيغ الوقف قد تكون محرمة، قد يكون الواقف يعني أوقف على شيء محرم فلا يلزمه الارتباط بهذا الجانب.
لكن أقول إن الشرط الأول أو الواجب الأول هو تنفيذ شروط الوقف أو الواقف. الأمر الآخر نعم أيضا حفظ الأصول وأيضا عمارتها وإجارتها وصيانتها والمدافعة لها والمرافعة وتنميتها وما يتعلق في يعني إبدال الوقف وبيعه عند الحاجة عن طريق الحاكم الشرعي وعدم التصرف بالوقف برهن أو شيء من ذلك مما يضر الوقف. أيضا تقرير وظائف الوقف الموظفين اللي فيه، إخراج ميزانية، نادر ما تجد من يخرج ميزانية سنوية ليوقفه ويخرج المنحنيات لهذا الوقف. وهذا العقار إن كانت مجموعة من العقارات، هذا العقار بدأ يعني تقل موارده حتى يكون لو بدأنا أردنا أن نستبدله يكون عندي تصور لميزانيات سابقة. لذلك مثل هذه الأشياء هي إذا عرفنا أن واجبات الناظر هي أكثر من واجبات إدارة عقار أو إدارة أملاك أو إلى آخره، وأنها أشمل من هذا، عرفنا أن هذه الواجبات لها أثر في نماء الوقف وتطويره واستمراره بإذن الله. هنا سؤال مهم، هل تنصح من يريد الوقف أن يحدد صلاحية للنظار أو تجعل العبارة عامة؟ طبعا الصلاحية نوعين، أيوة. فيه نوع يجب الحقيقة أن تتضح فيه الصلاحية لهم، وفي بعض الصلاحيات يجب أن لا تكون لدى، يعني من عجائب الأوقاف التي اطلعت عليه بعض الصياغ، أيوة. بعض الواقفين يأتي إلينا في الشركة ليريد أن يوقف ويضع بيد الناظر أو النظار أن يبدل ويغير في أي شرط من شروط الوقف، وهذه الحقيقة خطيرة جدا. يعني بإمكانه أن يزيد نسبة النظارة إلى نسبة كبيرة، بإمكانه أن يعمل يتجه بالمصارف اتجاها معينا إلى آخره. فالمفروض أن هذه الشروط يعني نوعين، نوع من الشروط ما لا بد منه وهي أساسيات في المحافظة على أصل العقار وأصل النسب وأصل يعني ما يتعلق في المصاريف، والنوع الآخر لا، هي فيها نوع من المرونة إذا رأى النظار ذلك، مسائل الاستثمار، مسائل البيع، مسائل الشراء، مسائل يعني المصارف وتجدد المصارف على مر الأزمان. ممتاز. هل تنصح باختيار النظار أن يكونوا من ذرية الواقف أو أقاربه وأسرته، غالبا يكونوا حريصين على الوقف، أو أنه يشرك أشخاص من خارج الوقف حسب تخصصاتهم وممكن أنهم يفيدون هذا الوقف؟ لو نظرنا يعني دراسة بسيطة للأوقاف، أيوة. التي من حولنا، أغلب الأوقاف التي نجحت هي بأولا وجود نظار يعني أخلصوا في هذا العمل، عددهم يعني متنوع، أيضا ليسوا من شريحة واحدة، ليسوا مثلا من أبناء الموقف أو الواقف، وليسوا مثلا من خارج الأبناء الواقف. أنا أرى أنهم يكونوا متنوعين الحقيقة في هذا الجانب، أولا لنكتسب أكبر خبرات من خارج إدارة الأداء. ثم النقطة الثانية دكتور، وهي أن الوقف إذا صار وقف خيري جيد أنك تدخل من هو من له معرفة في القطاع الخيري، أما لو كان وقف ذري فممكن تكون قوالة من ذرية الواقف كلهم. وهذا يعني من نافلة القول التعريف بأن الوقف ثلاث أنواع: الوقف الخيري وهو مصارف الخيرية، والوقف الذري وهو الخيري مصارف عامة، أي نعم، عامة في أوجه البر، ممتاز. والذري لمصارف للذرية والأحفاد، البطن الأول البطن الثاني إلى آخره، شيخ علي والمشترك الذي هو خيري وذري أو ذري يؤول إلى خيري. نعم. في الذري هل تنصحون أنه مثلا يكون له أمد محدد، مثلا البطن الأول ثم الثاني، أو أن العبارة تكون مفتوحة؟ طبعا هي حسب حجم، نرجع لحسب حجم من الصعوبة أنك تعطي قواعد معينة في مثل هذا الأمر. أنا أقول بعد هذه المقدمة البسيطة دكتور معمر، نأتي لقضية يعني نسأل الحقوق، حقوق الناظر. يعني بعض الناس يقول لماذا أنت تتحدث عن حقوق الناظر، كتب الفقه كلها مليئة بواجبات الناظر، صحيح، وما يتعلق في هذا. الحقيقة أن حقوق الناظر نحن نتحدث عنها لأن المجتمع أحيانا قد يظلم هذا الناظر، ودائما يطالب بالحقوق ولا يطالب بالواجبات وينسى الحقوق التي له. هذا جانب. الجانب الثاني علاقة الحقوق الناظر بحقوق الوقف، فأنا إذا أعطيت الناظر حقوقه فكأني أعطيت أيضا الوقف جزء من حقوقه ومتعته ببعض من التسهيلات وغير ذلك، فرضا في متابعته للوقف تطويره. هذا جانب أيضا. يعني لو قرأت التاريخ الحقيقة وهو تاريخ الوقف الإسلامي لوجدت أن الهجوم الذي يأتي إلى الوقف، أيوة. غالبا يكون يعني على الوقف في جزئية من جزئياته،
والهجوم الذي يأتي الوقف أحيانا يأتي من أضعف جزئية وهو الناظر. لذلك البعض الذين يعني يتصيدون في الأوقاف أو يريدون أن يسقطوا أثر الوقف على المجتمع تجده يبدأ من الناظر، يقول أنا لم أتكلم بالوقف، لا أتكلم بالناظر. نعم أنت إذا استقتلوا الناظر يوجد بعض النماذج السيئة وأثرت على سمعة الأوقاف لا شك صراحة. وهذه يوجد تجاوزات كبيرة الحقيقة، ولكن هذه التجاوزات تبقى ليست كثيرة ولكنها تبقى يعني في حدود يعني جوانب معينة ولا نستطيع تعميمها. أيضا في نقطة أخيرة يعني لماذا الوقف، وهي هؤلاء النظار الحقيقة هم يديرون ويشرفون على أموال لخدمة هذا المجتمع ونفع المجتمع والقطاع الثالث في المجتمع القطاع الخيري صحيح. فنحن الحقيقة بحاجة لهم وهم بحاجة للمجتمع، لذلك نحن بحاجة أن نمد الجسور معهم، نمد الأيدي معهم، نمتعهم بحقوقهم. أعطينا حقوق المهندسين، أعطينا حقوق هيئة المحاسبين، أعطينا حقوق للمعلمين، ولا شك أن هذا الناظر أو النظار الذين يديرون هذه الأموال لخدمة هذا المجتمع نحن أولى أن نعطيهم الحقوق طيب. لخدمة أنا أعود إليك لنفصل هذه الحقوق ونبدأ بأول حق ما يتعلق بالمكافآت، لكن بعد أن نشرك فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم إسماعيل وهو مستشار في شركة ثبات وخبير في مجال الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور حياك الله دكتور إبراهيم. نحن نتحدث مع فضيلة الشيخ عن حقوق نظار الوقف، لكم ممارسة في هذا المجال، إذا أمكن أن نشير إلى أهم هذه الحقوق في عجالة إذا سمحت لي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور، حيا الله الشيخ عري. حياكم. الحقيقة كما قال الشيخ أن الحقوق من الأشياء المهملة في مجال الأوقاف خاصة بما يتعلق بالنظار، ولذلك لابد من التطرق لها أيضا حفظا لحقوق هؤلاء النظار وما لهم من مسؤولية كبيرة في هذه الأوقاف. أعظم حق أتوقع فيما يتعلق بالنظار هو حقه فيما سيترتب على عمله من الأجر ومقوم عند الله سبحانه وتعالى. طيب. فالله سبحانه وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهم من أحسنوا في أداء عمل فليبشروا عند الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تتطرقون أو تطرقوا من الحديث المشهور الخازن الأمين هو أحد الشركاء في النظار، إذا أحسنوا في هذه الأوقاف هم شركاء في أجل هذا الوقت. طيب. إذا تسمح لي دكتور معمر أستعرض هذه الحقوق في نقاط سريعة إن شاء الله. لو بعضها يا شيخ لأنه بنطرحها في سريعة. لو بعضها عشان ما يصير فيه تكرار الله يحفظك. نعم، وهي مقتبسة يعني استفدت منها من كتاب الشيخ عبد الله بخنيف اللي هو كتاب ضبط تصرفات النظار. فهناك حقوق لهم قبلية قبل مباشرة من العمل. طيب. خلال يعني أننا نعمل على تقرير وصياغة الأحكام المتعلقة بالأوقاف بحيث يعني أن نعينهم على ضبط تصرفاتهم، وقبل أن يباشروا أعمالهم يعرفوا ما لهم وما عليهم وما هي الأشياء المتاحة وما هي الأشياء الممنوعة، وهذه من خلال المحاكم من خلال تقرير هذه الأحكام. الحقوق الثانية هي الحقوق التي تأتي أثناء مباشرة من العمل، وهذه أيضا تتمثل في أننا يعني تتمثل جانب المراقبة على تصرفات النظار. لا يجب أن نترك النظار يعمل وفق اجتهاد من فردية. هذه الرقابة يعني ممكن أن تكون من خلال مؤسسات مجتمعية مدنية أو من خلال الحكومة، لكن دون التدخل في مهام المصلاحيات، إنما هي مراقبة لضبط التصرفات وإعادتهم إلى أجدادهم لو صار انحرافات عن هذا الحمد. دكتور إبراهيم، ماذا لو نفت عن هذه المراقبة بعض الملاحظات وبعض السلبيات، كيف لا نتدخل؟ كيف لا نتدخل؟ نعم، هو الأصل الناظر هو القلب الناظر في الوقت. فلو ضعف هذا القلب وعليه بعض الملاحظات، أنت قبل قليل تقول الأصل لا يتدخل فيهم أحد، انت راقبت ووجدت بعض الملاحظات، ايش العمل؟ التدخل ياتي من طرق رسميه يعني من خلال الاحتساب من خلال المحاكم والمعتبر شرعا، يعني لا يكون التدخل من خلال مثلا وسائل الاعلام والتشهير وما شابه ذلك. طيب. انما الحق الثالث، طبعا هذا الحق الثاني سماه الشيخ ابو غنين اللي هو الضبط الرقابي لتصرف النظار الرقابي. وفي هذا الحق ايضا نشير الى جزئيتين، أن هناك حق مطلق للنظار لا يحتاج فيه الناظر إلى استئذان الحاكم في عمومه، مثل التنظيم الإداري، إدارة الوقف، تصريف الشؤون، توزيع الغلة حسب الصلاحيات المعطاة للسياسة. طيب. وهناك حق مقيد أيضا للناظر، لا يجب مهما حتى لو أعطي الصلاحية فهو لابد أن يعود إلى المحكمة كالبيع والشراء والرهن والأشياء المعتبرة في هذا الجانب، لابد أن يعود إلى الحاكم الشرعي في ذلك. طيب دكتور إبراهيم،
أنا أشكرك على المداخلة، وبإذن الله عز وجل سنفصل فيما ذكرت. زاك الله خير وشكرا لك. شكرا يا غالي، ما قصر. زاك الله خير. وأعود إلى ضيفي الكريم لعلي أبدأ بما أشار إليه في البداية، اللي هو الثواب الأخروي والأجر المترتب على نظارة الأوقاف. لا شك الحقيقة، أولا نشكر الدكتور إبراهيم الحقيقة، وهو المرجع في شؤون الأوقاف، وكان مديرا لأوقاف الراجحي، والآن مستشارا في شركة ثبات تطوير الأوقاف. وهو يعني أشار لنقطة الحقيقة مهمة، وهو الجانب الأخروي، وهو الجانب الحقيقة الذي هو أهم من الحقوق الدنيوية، سواء كانت نسبة يأخذها أو غير ذلك. حينما يعني يتذكر هذا الجانب وهو الخازن الأمين، ويتذكر ولايته على هذه الأوقاف التي قد تكون الأوقاف مصارفه على أيتام وعلى أرامل وعلى محتاجين وعلى تفطير وعلى إلى آخره، الحقيقة يشعر بأنه هو وقف بحد ذاته. صحيح. من جهة، وأنه يرعى شؤون يعني أخرى من جهة ثانية. لذلك حينما يتذكر هذا الجانب يعني هذا يحث على العمل من جهة. وأيضا دكتور عمر لا ننسى أن نسبة كبيرة جدا الحقيقة من النظار هم من المحسنين، ولا يتقاضون أجر ولا يأخذوا. لذلك يجب أن ننظر لحقوق هؤلاء، ممتاز، ولا نجلد الذات على هؤلاء، بينما هم تجد أن لهم أثر في يعني أوقاف آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، وكيف كان لها أثر في نماء المجتمع من جانب. هذا الجانب الأخروي. الجانب الأخروي أنا كطرح هنا إعلامي أنا لا أعتبره حق، يعني لأنه هذا بينه وبين الله عز وجل. لا شك، لكن التذكير به يكون له أثر يعني حقيقي. نعم. أنا بقي معي 5 دقائق، وأتمنى أن نركز على الحقوق اللي الشيخ الدكتور إبراهيم أشار أنه فيها بعض الإهمال. خليني أبدأ بقضية أنه فعلا الإنسان يحتسب، لكن هذا الرجل يبذل جهد، يبذل وقت، ضروري جدا أن يكون أمام هذا الجهد أيضا مقابل مالي. هل تفضل أنه يحدد مبلغ محدد أو نسبة من الريع أو نسبة من الاستثمار؟ طبعا من ضمن الحقوق إضافة لأنه بإذن الله ينال الأجر. أيوة. الحق المالي، ممتاز. وقد تقرر الفقهاء في هالمسألة أن له نسبة، ودائما يرددون عبارة إجرة المثل، وإجرة المثل هذه تتفاوت من زمن لآخر ومن وقف إلى آخر. وغالبا يقررها الواقف، وإذا لم يقررها فللحاكم الشرعي أن يقرر إجرة المثل اللي هو القاضي. لك نصيحة هنا يا شيخ، يعني كيف تحدد نسبة محددة؟ هو غالبا يحددونها 5% 10%، لكنها تختلف تراها باختلاف الوقت، حجم الوقت. صحيح. لذلك أجرة المثل هذه دائما تكون يعني محكمة في هذا الجانب. الذي يريد أن أصل إليه أن حقوق الناظر هناك حقوق على نفسه، وهو أن يتعلم وأن يتدرب وأن يتعرف على أحكام الوقف وأن يقرأ، فهو قد تحمل وتقلد أمانة عظيمة جدا، قد يعني استأمنه من هو تحت الثرى الحقيقة، ومن هو ينتظر هذه المصارف اللي هم مصارف الأوقاف وغير ذلك. شيخنا، أليس من حق الناظر عليكم أنتم في ثبات وفي استثمار المستقبل والمراكز المتخصصة أن تقدموا له نوع من هذا التثقيف والتدريب؟ لذلك نحن في شركة ثبات قدمنا له عدة خدمات حسب خدمات الشركة. ممتاز. أولا ما يتعلق بصياغة الصكوك الوقفية، نحاول أن نقدم له أفضل ما توصل له يعني الفقهاء والمختصين، وأيضا رجال علم الإدارة والمحاسبة في الصيغة الوقفية المحكمة. ممتاز. أيضا في قضايا التوثيق في كسجلات تجارية أو كمؤسسة وقفية، أيضا كلوائح في داخل هذه الصيغة. ممتاز. أو خارجها. أيضا قدمنا له رخصة إدارة الوقف، وهذه الرخصة إدارة الوقف نفذناها في مناطق المملكة بالتعاون مع لجان الأوقاف ومع بعض الجهات الأخرى لمدة أسبوعين، 50 ساعة تدريبية، يتناول ناظر أو يدرس فيها ويتدرب فيها ناظر الوقف مجموعة الحقيقة من الأحكام، هي بحد ذاتها تعطيه معلومات أولية فيها. أيضا جانب آخر، افتتحنا نافذة في موقع الشركة وهي منتدى النظار، سجل فيه تقريبا 13,000 من النظار. هؤلاء حينما سجلوا في حوار يعني يريدون، طبعا سينطلق هو هي فترة التسجيل الآن وسينطلق قريبا بإذن الله، لكن هذا المنتدى أتمنى أن يكون هناك يعني إتاحة فرصة لهؤلاء النظار، يكون لهم رابطة، يكون لهم مثل ما قلت قبل غير رابطة المهندسين المحاسبين، تطالب بوجود هيئة مستقلة ترعى النظار، الهيئة التي للنظار أو ملتقيات للنظار. هذه الحقيقة، لأنك أنت يعني تتخاطب مع مجموعة هي تدير جهات أو تشرف على جهات للصرف على العمل الخيري. لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية لا يمكن أن تقوم بشيء من هذا الدور؟ عموما لجان الأوقاف في الغرف التجارية المنطلقة في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف المرتقبة بإذن الله، هذه كلها تتعاضد لأن تصل بناظر الوقف لبر الأمان وتكون عضد له
في أداء مهامه. الهيئة العامة للأوقاف هل تتوقع أنها ستكون مراقبة للنظار؟ الهيئة العامة للأوقاف نصت الحقيقة في بعض يعني نصوصها على ما يتعلق بالنظار ومراقبتهم ومحاسبتهم وإدارتهم وأيضا تقديم الاستشارات والعون لهم، وهذا جزء من حقوقهم. اسمح لي دكتور معمر في قضية أيضا الحقوق، من ضمن حقوق النظار حقه على الواقف، لأنه في آخر دقيقة. أي نعم، حقه على الواقف، حقه لأنه أن يحميه من بعض الورثة الذين قد يعني يحصل منهم ما يحصل، أيضا حقه في قضية على الموقوف عليهم أنهم يتعاونون مع مثل ما قال الدكتور قبل قليل في قضية يعني المصارف وما يتعلق فيها، أيضا حق الناظر على الجهات التي تشرف على الأوقاف اللي هي وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارات العدل، تسهيل القضاة لإجراءاتهم ما يتعلق في ذلك إذا أراد أن يغير أن يبيع وغير ذلك، أيضا ما يتعلق في يعني حق النظار في مسألة يعني ما يتعلق في تأسيس كيانات معينة. أخيرا وليس آخرا، ما هو أثر هذه الحقوق على نماء المجتمع؟ لا شك كلمة واحدة لأني في نهاية الحلقة في هذه الكلمة أقول، متى ما مدينا جسورنا مع النظار وأعطيناهم حقوقهم وسهلنا لهم أمورهم بإذن الله سنجد الأثر الإيجابي على هذه الأوقاف في نمائها، ومن ثم أثرها على المجتمع الذي ينتظر هذه المصارف. شيخ علي، وفي المقابل أيضا كناظر وقف لما أعطيك مجموعة من الحقوق لا بد تتقبل أن يكون في دور رقابي، في دور محاسبي، لا شك إبراء للذمة. لا شك، كل محاسبة هذه واردة، سواء من مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل، سواء من القاضي أو من المستفيد من الأوقاف المصارف أو غيرها، وهذه الوقاية خير من علاج حينما تحكمها في صيغة الوقف، هذه لها أثر في هذا الجانب. أعلم لازال في جعبتك الكثير، لكن إن شاء الله نعوض في حلقات أخرى. شكرا لك. الحلقة انتهت. فقط أنا أقول، أحد النظار أورد جانبا من الجوانب وهو الشيخ سليمان الراجحي، أشرك في أجر نظارته يعني في أجر وقفه الناظر. شوف الناظر حينما يعمل ويقول في صيغته وقد أشركت في جميع العاملين ووالديهم وكل مسؤول في أي جهة حكومية، هذه العبارة في صيغة الوقف تعطي الناظر أن يعمل لأن له أجر مثل هذا الوقف في هذا الجانب. شكرا لك، شكرا لك. الله خير على حضورك. الشكر موصول لحبتنا المتابعين، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكرا لك.